ما انا قدامك اهو. اوكي مين ورا الكاميرا؟ طب مستخبي تحت السرير ولا ايه؟ طب في الدولاب اكيد عامل لي مقلب ومستخبي. اللي في الدولاب يطلع، اللي عامل لي مقلب يطلع بعد اذنكم، لان بجد يعني الموضوع مش يعني مش مستحمل. انا لسه حلمة كابوس، ما ينفعش. مفيش حد بيعمل فيكي مقلب ولا حاجة، انا هو قدامك. انت بتبصي فين؟ انا الكاميرا. هاي. انت ازاي بتتكلمي؟ حسبي انا الشيطان الرجيم، بسم الله. هو انا بحلم لسه؟ انا بقى شكلي ما زلت بحلم. ما بتحلميش ولا حاجة، انت في كامل قواكي العقلية. حسبي انا الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت ازاي بتتكلمي اساسا؟ هو مش انا حطك في الدرك؟ بصي بقى، والله انا ما كنت عايزة اعمل كده ابدا، ولا كنت عايزة اخدك الخضة دي، بس الحقيقة ان انا خلاص خرجت عن صمتي. والله انا زهقت، وكان لازم فعلا ان انا اخرج عن صمتي، لان كده كتير قوي. انت مش ناسي حاجة؟ مش ناسي يوتيوب؟ يوتيوب؟ لا طبعا ما نسيتش يوتيوب. انا بس واخدة بريك. بقالك سنة ما نزلتيش على قناتك على اليوتيوب، انا زهقت. لا طبعا مش للدرجات يعني. انا بقالي واخدة بريك بقالي كم اسبوع بس. والله يا ريتها جت على كم اسبوع. يبقى اكيد ممكن يكون شهر كده، لو مش كم اسبوع يبقى شهر. يا ريت جت على شهر. شهرين مثلا. يا ريت جت على شهرين. لا بقى، اقصى حاجه 3 شهور. انا ما بقاليش اكتر من 3 شهور ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب. مستحيل يكون اكتر من 3 شهور. يا ريتها جت على 3. انت عارفه بقالك قد ايه واخده بريك؟ بقالك سنه بحالها واخده بريك. سنه زي؟ والله سنه. ده انا خلاص اتمليت تراب وقربت اصدي من كتر الركنه. حرام عليكي بقى، ارجعي واستخدميه شويه. انت اكيد بتضحكي عليا، مستحيل يكون سنة. لو مش مصدقاني روحي اتأكدي بنفسك. بس ازاي عدى سنة كده؟ انا حاسه اني كاني يا دوبك خدت بريك مثلا شهر شهرين، يوم ما كنت طولت قوي 3 شهور، لكن سنه ازاي؟ انت حاسه ان السنه دي كانها شهرين؟ طب مش واخده بالك مثلا ان في الفتره اللي انت واخده فيها بريك من يوتيوب حصلت احداث كتيره جدا جدا وحاجات كتيره قوي في حياتك؟ لا ما اعتقدش يا شيخ. لا ثانية. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. نسيني وانا
انا ضيع عمري يا عمري وحبك حب مش مشروط. شفتي؟ بس برضو انا مش فاهمة ازاي. انا بس نفسي تستخدميني لان انا خلاص بجد اتمليت تراب وقربت اصدي وابوظ من كتر الركنة. حرام عليكي، انا بترجاكي ارجعي تاني لليوتيوب واستخدميني ارجوكي. يا كاميرتي والله انا عايزة ارجع لليوتيوب، بس انا مش عارفة لو انا كنت جاهزة، مش عارفة ايه المحتوى اللي انا ممكن انزله، بقالي كتير قوي واضح كده ان انا ما نزلتش، فحاسة ان انا كأني هبتدي من اول وجديد ومش عارفه هبتدي ازاي ولا ايه الفيديوهات. معليش افكار لفيديوهات، مش عارفه لسه مفكرتش في افكار، هرجع ازاي؟ مش مهم، اهم حاجه النيه، اهم حاجه انك تبداي، وبعد كده الافكار والحاجات دي هتبقى تيجي بعد كده ان شاء الله مع الوقت. انا عارفه ان البدايه دي دايما بتكون صعبه جدا، بس اول ما هتبتدي صدقيني بقيه الافكار هتجيلك ان شاء الله. بس ابداي، ابوس ايدك، ابداي، عايزاكي تستخدميني ارجوكي ارجوكي، انا بترجاكي. اعمل ايه طيب؟ ابوس ايدك. اوكي انا هرجع اليوتيوب. يس. اوكي جاهزه تصوري امتى بقى؟ Ha ha ha.